برضو الحقيقة جزء مهم جدا هو جزء التوعية. لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان الناس اللي قاعدة في بيوتها كده يعني ما بتتحركش في اماكن تجمعات كتير ملهاش علاقة بالمطارات، تقريبا الحمد لله الناس في امان، يعني نسب الاصابة تقريبا او الحالات هي بتبقى الى حد كبير في اماكن انتشار عدوى. فمواجهة العدوى ده جزء مهم جدا. امبارح عرضنا على حضراتكم الموقع اللي دشنته الحكومة عشان التوعية اللي هو care.gov.eg، موقع مهم جدا بيظهر الحقيقه كل الاجراءات اللي لازم الناس تتبعها. هنشوف دلوقتي مثلا مجموعه من الصور ازاي مجلس الوزراء والمركز الاعلامي لمجلس الوزراء الحقيقه نشرها عشان الناس تعرف ازاي تتعامل مع الوقايه، لان الوقايه من الكورونا هو دور انفلونزا، بس لو في مضاعفات صحيه، لو في سن متقدم، لو في امراض مزمنه هنا بيشكل خطوره، ولكن الصحه السلامه الشخصيه ده اهم حاجه. فهنشوف مثلا في الصور دي ازاي بيقولوا للناس انها تتعامل. لو حضرتك عندك برد لو سمحت اغسل ايدك بشكل كويس، لو سمحت لو حضرتك عندك برد وبتستعمل منديل ورق من فضلك ارميه في الباسكت، ما تسيبوش كده في طرقه، ما ترميهوش على الارض. هقول لحضراتكم مثلا معلومه كان نشرها او بحث طبي نشر امبارح، بيقولوا ان العدوى لو حضرتك استعملت منديل ورق ورميته على الارض، ممكن لو لا قدر الله الفيروس موجود، فيروس الانفلونزا العادي موجود، ممكن الفيروس ده ينتقل من الارض، من سطح الارض لحد واقف لغايه حوالي 5 قدم، يعني لو واحد ممكن الباسك على الارض او المنديل على الارض، الفيروس ينتقل منه لبني ادم على طول او ارتفاع 5 قدم. وبيقولوا بقى على النقطه دي كمان الناس تحاول ما تدخلش بالاحذيه للمنازل لانها بتنقل الجراثيم وبتنقل الميكروبات. ده من ضمن التعليمات كمان اللي بتتقال، وخاصه بالنقطه اللي عمرو بيقولها. اللي احنا بنقوله ده انا شايفه انه لو اتشير وتم تداوله هيبقى افضل بكتير قوي من كوماكس فيها سخريه او فيها استدعاء للبلاء زي ما اتكلمنا قبل كده. صحيح. وتحدي للكورونا والقلق اللي احنا شايفينه ده اللي بيتحول فجاه ليه حالة كده غير مفهومة على السوشيال ميديا من البعض، تبدو وكأنها استهانة بالموقف أو بأي إجراء بيتم تجاه مواجهة الخطر ده أو المرض المستحدث والفيروس المستحدث وهو كورونا. المعلومات اللي بنقولها دي أفيد بكتير وأهم بكتير إن الناس تعرفها، والناس اللي عندها فولورز وعندها أعداد كبيرة على صفحاتها لما ينقلوا صورة زي اللي احنا عاملينها دلوقتي دي طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أنا شايفة إن هم كده بيقدموا معلومة فيها خير وفيها منفعة لأي شخص بيحاول يعني يستفيد من أي تجربة أو من أي معلومة كانت عند الآخرين. نشرنا أو ورينا لحضراتكم كده مقطع فيديو نشره منظمة الصحة العالمية. أيوة. اللي هي المسؤول الأول عن صحة سكان. صحيح. الكوكب. تخيلوا حضراتكم الفيديو بسيط جدا جدا وأبسط ما يكون اللي نشره منظمة الصحة، بتقول لحضراتكم لو الفيديو معنا ممكن نشوفه، بتورينا إزاي نغسل إيدينا، يعني هو مهم غسيل جداً الايد جداً. مش اكتر. وعرضناه امبارح على حضراتكم. بالزبط. ادي الفيديو قدام حضراتكم، ادي الست ازاي بتستخدم الصابون بالطريقه دي. خصوصا يا جماعه خدوا بال حضراتكم هنا بيتكلموا عن الناس اللي موجوده كتير في المطارات، الموجوده كتير في المطاعم اللي فيها زحمه، وسط جنسيات. بالظبط. الموجوده الناس الموجوده في المولات، الناس الموجوده في الفنادق، دي الاماكن، المستشفيات، الاماكن اللي وسائل المواصلات العامه، دي الاماكن اللي بينتشر دايما فيها العدوى. فلو حضرتك وحضرتك واستاذه ريهام والعبد لله عرفنا ازاي نغسل ايدينا بشكل صح عشان الضوافر دي والفيروسات اللي قدراتكم موجوده فيها، حتى هتاخدوا بال حضراتكم الفيديو ده بتاع منظمه الصحه العالميه واللي وزاره الصحه الايرلنديه نفسها مش هيران امبارح، يعني وسهل جدا وبتقول جداً. في اي صابون موجود بتغسل ايدك بيه، بس طريقه الغسل مطلوب ان احنا نعرف اسلوبها السليم في التوقيت الدقيق اللي العالم كله بيمر بيه. وبص هتقفل حنفيه ازاي، هي دي بقى برضو الجزء المهم، مش هتمسك الحنفيه بايديها لان ممكن يكون حد تاني قبلها استخدمها وعنده عدوى، هنا نشفت ايديها، اما ان هي تقفل بالكلينكس بالمناديل الورق قفلت بيها او تقفل بكوعها، يعني ادي عن طريق منظمه الصحه العالميه. ده فيديو محترم يعني. وفيديو يعني نحب كلنا نشوفه عشان نستفيد منه على كل المواقع وكل الصفحات، بدل يعني تداول يعني اشياء ملهاش اي لازمه في التوقيت اللي احنا فيه ده، بالعكس هي بتملى الحاله العامه بسلبيات اكتر واحنا في امس الحاجه للمعلومه الدقيقه والسليمه.